أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامج بيت العمار. حقيقة ندرس سنوات ونقرأ الكثير من الكتب لنتأهل إلى وظيفة معينة، ونقرأ كتب كثيرة لنتعلم مهارة معينة. بيت العمر يستحق أن نتثقف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. حقيقة نعمة كبيرة هو وصول الماء إلينا في البيوت. لو نتذكر قصص الأوليين، النساء ترد إلى أماكن المياه من أجل الحصول على الماء للبيت ليوم واحد، ويوميا هذا مشوار الحصول على الماء. ما بس الأوليين، حتى اليوم في بعض الدول الفقيرة وبعض القرى النائية نسمع قصص، يعني النساء تذهب إلى أماكن المياه مشيا على الأقدام لساعات معينة فقط من أجل أن يصل الماء إلى البيت. الحمد لله على نعمة وصول الماء إلى بيوتنا. من هنا تبدأ شبكة المياه في البيت. نظام الماء في البيت هو نظام تغذية ونظام صرف، وفي أنظمة اللي هو صرف مياه الأمطار، وكذلك في أنظمة الري والزراعة. حقيقة تبدأ يعني المياه في البيت من السور، من عداد الخط الحكومي، يمشي الماء ويوصل إلى الخزان الأرضي. الخزان الأرضي يخزن لأهل البيت كمية ماء إلى خلينا نقول بحساب ليوم ونص يومين، ثم مضخة ترفع الماء إلى الخزان العلوي، والخزان العلوي كذلك هو يخزن الماء لأهل البيت لمدة خلينا نقول يوم، يوم ونص، ثم مضخات تضخ الماء إلى أماكن استخدامها جوا البيت في الحمامات، المطابخ وغيرها. بعد الاستخدام، بعد الأطقم الصحية، يتحول الماء من ماء يعني قادم إلى ماء خارج اللي هو صرف صحي، سواء عن طريق الأرضيات أو عن طريق الأطقم الصحية. فيتحول مياه صرف صحي يمشي في مواسير يصل إلى غرف التفتيش اللي هي المانهولات هذه، وغرف التفتيش تجمعها كلها إلى خزان التحليل أو خزان التجميع وبيارة الصرف، أو إلى شبكة المياه المجاري أو شبكة الصرف الصحي اللي موجودة في المنطقة. الأطقم الصحية والأعمال الصحية خلينا نقول الأكسسوارات أو الخلاطات وغيرها، هذه من أكثر الأشياء تتعطل في البيت حال خلينا نقول الإضاءة. الإضاءة كذلك اللي يعني خلينا نقول لها فترة عمر افتراضي تنتهي وتخترب بعد هذا، فلهذا لابد أنك تختار يعني مواد جيدة، وخلينا نقول الأكسسوارات تكون أصلية، وتركز أن الأكسسوارات هاي في السوق يعني السوق بحر ومليان، موجود التقليد وموجود الكواليتي الجودة النازلة وموجود الجودة العالية، على اساس تطمن انها كلها. دائما حاول تاخذ، اخترت يعني نوعية معينة خذها من الوكيل، واذا اخذتها من الوكيل ان شاء الله امورك بتكون طيبة مثل ما اموري طيبة. خلوني اغسل المواعين اليوم. في مرحلة التصميم لا تخبي على الاستشاري اي معلومة تريدها للحمام. يعني على سبيل المثال تبى حمام معلق مو بالواصل الأرض، مغسلة معلقة، تبى منطقة الاستحمام الدش المطري هذا الماي بطريقة أنه مثل المطر من السطح مش من على الجنب، تبى جاكوزي ما تبى الحوض العادي، لازم تعطي الاستشاري هاي المعلومات من البداية، لأن هي تدخل في التصاميم. يعني على سبيل المثال الحمام المعلق شوفوا تفاصيله، يعني هو صار ان البايبات الصرف بالجدار مثل ما بنشوفها، بايبات الصناديق اللي هو التخزين والطرد اللي يسمونها سيفون كذلك بالجدار، تحتاج الى يعني مسافات معينه، تحتاج الى بناء جدران، تحتاج الى عرض معين. المغاسل كذلك، يعني المغاسل لها انواع كثيره، يعني المغسله سواء معلقه بالجدار او مغسله واصل الارض او مغسله على كاونتر، لازم تعطيه بالتفاصيل. حتى المغسله اللي على الكاونتر في لها انواع كثيره، هذه شوف نص فوقها، نص فوق الكاونتر، نص تحت الكاونتر، وفي منها تجي تحت الكاونتر، وفي منها تجي فوق الكاونتر،
انواع وتفاصيل كثيره. كذلك يعني المسافات، يعني الكاونتر لابد انه يكون فيها عرض معين، يعني ما بتجي على الموقع، يفضل انها تكون من البدايه. والحمام نفسه يتوزع بطريقه صحيحه من الاستشاري لابد، ولكن في حمام مربع وفي حمام مستطيل. ربما حمام مربع مساحه الاجماليه له اكثر من المستطيل، لكن ما يتوزع بطريقه صحيحه. انا شخصيا هذا الحمام مربع اعتقد 220 في 230 موزع بطريقه صحيحه، كل شيء تمام، خصوصا منطقه الشاور. واليوم تعمل الزجاج ها دائما ما تحصل ان ما تقدر تفتح باب او ما تقدر تسكر كامل، او النافذه بتجي على المرايه مال المغسله، او النافذه بتجي جوا الزجاج مال الشاور ما تقدر تعمل تهويه، ومشاكل كثيره. فلا بد انك تصممها صح. بصراحه انا شخصيا افضل الحمام المستطيل، مغسله مرحاض منطقه شاور، سهل جدا في التوزيع. اذا كان مربع لابد ان يتوزع بطريقه صحيحه وتدقق عليها بما فيها مثل ما اقول منطقه الشاور. منطقه الشاور لابد تكون مريحه، يعني ما يكون شاور صغير. يعني شوف هذا الشاور، اذا هذا متر، هذا وصله لمتر و30، يعني جيد جدا، تاخذ راحتك في الاستحمام، خصوصا سكر ما يكون صغير 80، يعني 80 اقل المقبول، لا المفروض اكثر، وتاخذ راحتك فيه. عندما يعطيك الاستشاري المخططات، اللي هي مخططات الكهربائيه والصحيه، ركز عليها وحاول تقرا المخططات الصحيه، لان في كثير من الامور اللي ربما يعني انت ما تبيها تكون في هذا المكان وبتغيرها عندما تقرا المخططات. يعني على سبيل المثال وابسطها، نقطه الصرف، هاي نقطة صرف الماء اللي في الأرضية، اللي فلور تراب، هذه يعني بعض الأخوان يقول لك إذا كان المرحاض هني دائما تكون على يمينه، لأن الشطاف هذا دائما ما يصير فيه تسريب، فتكون هني. الناس يقولون لا دائما تحت المغسلة، فوين تبى أنت؟ ولازم شوي يبتعد، إذا حطيت عند المرحاض يبتعد شوية على أساس سهولة خلنا نقول التنظيف المنطقة. كثير من الأمور اللي لازم تدقق عليها في المخططات، بما فيها مثل ما قلنا حمام فوق حمام، توزيعة الحمام نفسه وفرش الحمام، تتأكد من أماكن سخانات الماء، تتأكد من أنواع سخان الماء. في سخانات مياه مركزية، هذه سخانات مياه مركزية تركب فوق السطح، هذا سخان مركزي وتمديدات، يعني لو شفنا تمديدات السخانات مثل ما شفنا، هذا تمديد سخان، هذا سخان عادي، سخان في كل حمام في سخان، لكن السخان المركزي يركب فوق السطح والتمديدات له حار بارد من فوق السطح إلى كل حمام. وكذلك على اساس ان الماء يوصل لك حار بشكل مستمر يركبون خط ثالث، بحيث ان الماء الحار يكون دائما ماشي في سيركل، في دائره متحركه بشكل مستمر، فتركب ثلاث خطوط للسخانات المركزيه اللي فوق السطح، سواء سخان شمسي او سخان اللي هو الكهربائي. في ناس تقول يوفر للطاقه، نعم سخان شمسي يوفر للطاقه، لكن السخان العادي اللي هو خلينا نقول السخان اللي يركب جوا الحمام ما هو استخدام الطاقة الكبيرة يعني، ويجي منه أنواع 50 لتر 80 لتر، ويجي الأفقي ويجي الرأسي، كل هذا لابد أنك تحدده يعني وتعرفه أثناء المخططات. أنظمة صرف المياه في خلنا نقول في أرضيات الحمامات نظامين، نظام اللي هو يسمونه الأسطح الغاطسة السنك سلاب دكتور، والنظام اللي خلنا نقول البايبات المعلقة واللي هو يسمونه هاي ليفل الفلات سلاب، والبايبات هي تكون هاي ليفل معلقة. الحين النظام الأول اللي هو السنك سلاب، اللي هو يوم تحصل الأرضية الخرسانة دائما تحصل 20 سنتي نازلة أكثر من هذا، وهذا النظام في الدور الأول طبعا، قبل كان كله صحيح. حاليا عدد قليل كثير اللي بيعملوا هذا الموضوع، إلا اللي ما يراعي أن ربما يعني حمام تحت مجلس، مثل ما تكلمنا أن الحمام لازم يكون تحت حمام، وبنشرح بعد السبب. صحيح. اللي ما يراعي هالشيء ربما سنك سلاب يكون حل، هو حل مقبول، لكن الأساس أنه نحن وقت التصميم المعماري نأخذ بعين الاعتبار أماكن الحمامات تخلي تحت حمامات أو هيك. دكتور قبل البايبات كانت حديد وكانت نحاس وكانت الآن المواد البلاستيكية يوم تطورت
عفوا كل شيء تغير. احنا عندنا هنا نشوف البايبات اللي هو اللي يسمونها بيكس بايب هاي بكترمس عنها، وعندنا البايبات الخضراء البايبات المياه اللي بي بي ار اعتقد صح؟ صحيح. والبي في سي للصرف صحيح. صحيح. يعني لو كان البايب هذا مش بيكس بايب لا قدر الله هني جاي يركب المرايه ثقب في البايب خلاص لازم تبطل السيراميك عشان تطلع الليك. اما كمان. الان البيكس بايب مثل ما نشوفه يسحب سحب. البيكس بايب هو البايب الابيض اللي شايفه هون. نعم. وفي له ازرق واحمر ثانيين. الازرق والاحمر بالضبط، الازرق والاحمر هن عباره عن ممرات قمصان بس. مشان البايب الابيض يوصل لهون. انا دائما بقول الملك خلي مغناطيسك بجيبك، اي ماتيريال لها علاقه بالأنظمة الصحية المي والصرف الصحي بيمسك المغناطيس بأي شيء بخزان بسخان ارمي الخزان الوصلات اللي فيها لازم ستانلس ستيل المغناطيس يلقطة لأنه مي ما بينفع تكون مع حديد يصدع على طول بيصدي. بداية الأعمال الصحية في البيوت تكون مع بداية الأعمال الأرضية، احنا في مرحلة الجسور الأرضية وبشوفون بداية الأعمال الصحية، يعني هذا حمام وبدت فيه الأعمال الصحية فهي تجي من البداية. طبعا احنا نقول هني المنطقة لابد انها تكون مردومة ثم نعمل لها ضغط اللي هو الكومباكت ونرشت بالماء ثم نحفر للبايبات، هاي الطريقه الاسلم للعمل. هني المقاول لان لو ما عمل الردم والكومباكت الان لو ردم على البايبات وعمل ضغط ربما يؤدي الى تحريك البايبات من مكانها او كسرها بعد كذلك دكتور. صحيح. واثنين شغله مهمه ان لابد انه يعمل الورك شوب دروينج للاعمال اللي موجوده الان تحت الارض، لان المخططات اللي عملها الاستشاري بالبدايه ما يكون فيها اللي هو الورك شوب دروينج اللي هي مخططات خلينا نقول التنفيذيه اللي هو مخططات الورشه ما تكون موجوده، فهني ضروري ان تكون موجوده دكتور. صحيح؟ صحيح. ولها اسباب المخططات صحيح؟ اللي هي لانه بتشمل تفاصيل الحمامات كيف راح يصير توزيع الاطقم الصحيه بناء على المقاسات اللي اختارها المالك لاحقا. نعم. اللي هي بتشمل تفاصيل اذا كان في مكاين تكييف او لا، احيانا ما بتكون بمخططات الصرف فلازم ناسس لها هي الامور كلياتها. صحيح. فهي توزيع فرش البلاط مثلا اذا نعم. كان توزيع البلاط كيف بيكون فهي كلها امور لازم تكون موضحه بمخططات الورشه. كذلك اعتقد يعني عمق هذا الفلور تراب في المخططات الورشه تبين صحيح؟ اي مفروض طبعا. أي. هلا في خطا شائع بين الناس دائما انه بيخلي الفلور تراب دائما عميقه فبيصير صعب صيانتها. الشغل المشغول هون ايجابي، البايبات اللي طالعه من منسوب منخفض شوي فمشان يتغلب عليه ويخليها قريبه من السطح حط اكواع. لكن الخطا الاساسي هون طبعا بهذا الموضوع انه هون نستخدم هاي الانابيب اللي لونها جراي او رصاصي. كل شيء تحت الارض لازم يكون الاورنج اورنج او احمر بالضبط. نعم. لانه مقاوم اكثر للضغط، هي الانابيب الجراي مقاومه لظروف الطقس للحراره لهالامور. الاندر جراوند كله لازم يكون الاورنج لانه بيتحمل ضغوط بيتحمل. طبعا في عده امور لازم ناخذها بعين الاعتبار مثل ما تفضلت، التجهيز للموقع بشكل جيد بعد ما يحط الرمل بيعمل كومباكشن بعدها بيحفر مره ثانيه. نعم. وبعدها بيحط البايبات بيأمن حواليها سوفت ساند لازم يكون ما بيصير لما يردم بعدين يحط أحجار أو هيك ممكن تكسر الأنابيب. مقاسات البايبات كثير مهمة، يعني مثل ما شايفين هون في بايبات هون عنا أي مثل هون هذا مثلا 4 إنش مخلينه للسويل اللي هو الخاص بالدبليو سي الله يعزك. هذا مخلينه هني للمصارف الأرضية صرف المصرف الأرضي، وهذا أنا الحقيقة بنصح أنه دائما يكون 4 إنش أكبر من هيك. طبعا هو في خرائط معتمده من البلديه لكن الافضل يكون 4 انش مشان يمنع الانسدادات لاحقا. يعني شوف بدايه الاعمال الصحيه بدت من اول مرحله البيت، يعني من تحت تحت خلينا نقول تحت الارض من مرحله ما بعد القواعد مباشره. أكيد. وقبل صبيه اللي هو ارضيه البيت اللي هي البي سي سي طبقه النظافه. اكيد بمرحله مبكره كثير. خزانات الماي، خزانات الماي انواع واشكال. هذا خزان الجي ار بي دكتور صح؟ صحيح. هذا الجي ار بي اللي هو دائما تشوفونه شكله مربع وهذا
ويتشكل مثل ما انت تريد ويناسبك، يعني مثلا بحيث انه يعني بتركبه فوق السطح او في البيت ما يكون ارتفاع اعلى من السور، يكون مستطيل يكون مربع. من افضل ميزاته انه لو صار دكتور يعني خلينا نقول تسريب في هالقطعه ممكن تتبدل. واعتقد نوعين هو يجي اللي معمول بالحراره وواحد بالبروده، صح؟ صحيح. الكولد بريست. كولد بريست هو الصناعي بالكامل. ايه؟ الهوت بريس هو صناعي بالكامل. ايوه. والكولد بريس ضغط يدوي بنعمل، يعني بجيبوا الواح فايبر وهيك، فنحن ما بننصح نهائيا بالكولد بريس. على الهوت. هوت بريس. واعتقد الصناعه المحليه اصبحت جيده في المجال. ممتازه جدا سواء في الخزانات والبايبات وغيرها من الامور. كل الماتيريال في صناعه منافسه جدا وعالية. من اهم الاشياء اعتقد انك تدقق عليها ان هذه خلينا نقول الوصلات ومن جوا بعد انها تكون كلها ستانلس ستيل. لازم تكون ستانلس ستيل. تسيب مغناطيسك هذا وتتاكد منها انها ستانلس ستيل، صحيح؟ اذا ما كان ستانلس ستيل بتصدي. لكن الحقيقه في ملاحظه، هو ايه؟ دائما بفضلوا انه خزانات الجي ار بي بيقول لك انه اذا صارت حاجه لصيانه ممكن تبديل لوح واحد. نعم. الحقيقه بالفلل ما ضروري كثير تكون جي ار بي، في انواع بسموها بوليكون، طبعا بوليكون اسم شركه. الانواع لكن اللي هي اسطوانيه. ايوه. بتجي على طبقات، ثلاث طبقات، اربع طبقات، خمس طبقات، اذا اجت خمس طبقات بيكون عزلها الحراري ممتاز. كلفة رخيصة ومحدودة، يعني عملياً كلفة تبديل قطعة واحدة من هي قد كلفة خزان كامل من هناك، فهذا ماله يعني سعره أغلى. اللي عنده استعداد يدفع مبالغ أكبر ممكن يأخذ هذا. هذا جي آر بي بينصح فيه عادة لأبنية كبيرة لخزانات ضخمة جداً، لأنه يعطيك تخزين، ساعة تخزين كبيرة جداً. بالضبط، فبيصير مجدي لأنه كلفة الصيانة بتصير مجدية بالنسبة. أعتقد لي. حتى تكلفتك يعني سعره. بالقالون يمكن يطلع من 2.5 الى 5. من 3 درهم زوم وعلى الى 5 درهم 6 درهم. ممكن مثلا درهمين للقالون، ممكن درهمين، يعني خزان 1000 قالون 2000 درهم هذا ونص. زين، بعد الخزان في البيت تي مضخات اللي هي تضخ الماي. صحيح. للاسفل خلينا نقول عشان تعمل لك ضغط في الماي، تسحب من الخزان وبتضخ لتحت، يسموها مضخات البوستر. البوستر اللي هو يعني وحده تشتغل وتريح تشتغل الثانيه. صحيح. على حسب عدد مرات فتح. صحيح. الماي بالهذا. ومن من اهم الاشياء فيها انك تتاكد كذلك ان القطع فيها مبين عليها كانها ستانلس ستيل، صحيح؟ صحيح. دكتور، هذه البايبات فوق السطح انعزلت اعتقد للحراره، معزوله عزل حراري على اساس ان الشمس ما تحرها. صحيح. وفي الصيف بدال ما تتغسل سوي منه شاي طبيعي. نتكلم على أن ضروري تحدد أنواع الأطقم الصحية اللي بتركبها ومكانها. على سبيل المثال إحنا في هذه المنطقة دكتور واضح أن هذا جاكوزي، صح؟ صحيح. هذا جاكوزي وعندك يعني نقاط تغذية الجاكوزي مختلفة عن نقاط تغذية مثلاً الشاور اللي بتكون بالجدار، وكذلك التمديدات، يعني هاي مبين أن فيها واير كهرباء، لأن الجاكوزي عادة ما يكون فيها فيها مضخة وفيها هذا. صحيح؟ صحيح. وهذه مثلاً واضح أن هي مغسلة، واضح ان فيها مغسله وعاطل لك نقطه كهرباء، ربما عنده اضاءه في كاونتر المغسله، صحيح؟ وعندك انت هني دكتور هذا شوف هذا مهم ها دكتور. نعم. هذا اللي هو المرحاض، واضح انه معلق، صح؟ صحيح. واضح انه اللي هو خزان الطرد اللي هو يسمونه السيفون هذا. صحيح. بالجدار. صحيح دكتور. صحيح. هذه تصير في ممارسات خاطئه وايد، صح؟ احيدك انك تتكلم عنه تقول هذا الحديث عنه بروحه يحتاج الى ربع ساعه، يحتاج اكثر من ربع ساعه. زين شو اهم شيء انا اراعيه هني موجود؟ هلا اهم نقاط طبعا هون في عندنا خزان طرد، في بعض الحالات الثانيه ما بيكون في خزان طرد، بيكون بايب مباشره وبس كبسه طرد. كبسه بس. نعم. مهم جدا انه مقاس هذا البايب وضغطه نكون اخذنا متطلباته من الكتالوجات ونفذناه. تمام. لما في حاله خزان بايب عادي بيكس، اذا ما كان في خزان، اذا كان في عندنا بوش بوتون عادي كبسه عاديه، لازم نحقق متطلبات الضغط والسايز. الارتفاعات ضروري جدا نحققها. يقول لك في بعضهم يركب يعني مثلا هذا المرحاض، عذرا لو امثل يعني. صحيح. يركبه غلط بحيث ان الرجل تكون عاليه لان ركبه منسوب. هلا هو في له ارتفاع ريكومندد موصفي حوالي 45 سنتي، لكن بيختلف من صانع لصانع كمان، فنحن دائما بنشوف الكتالوجات افضل. بالضبط. ولكن مهم جدا انه هي النقطه اللي هي نقطه المي اللي جاي عليه. أيوة. تكون بالضبط منسوبه صحيح، مركب صحيح تماما،
لما بنعمل الارضيات مثل ما بتعرف التوصيلات كلها بصير بوقت مختلف عن وقت الارضيات، فوقتنا ناخذ مناسيب الارضيات لازم تتم بالتنسيق التام مع هي مشان ما يصير عندنا مشاكل. وهذا اكبر دليل ان الاقمة الصحية مو بحالة حالة سيراميك تخليها لاخر لحظة تختارها. مياه الصرف الصحي تبدأ في البيت من الحمامات، تنزل من البيت إلى غرف التفتيش، تتجمع غرف التفتيش كلها تجمع المياه إلى خزان التحليل وبيارة الصرف أو إلى خزان تجميع ثم إلى خط الحكومة. النظام هذا كله هو نظام الصرف الصحي، طبعاً له مواصفات، له اشتراطات، له ميول، المنهولات يعني هذه الغرف التفتيش ما تحطها قدام البيت تتخبى، ولها ميول معينة بحيث أن يكون انسيابية للماء، أماكن الوصول لها سهلة. طبعاً هاي الأنظمة هي دائماً تكون للبيوت، لأن خزان التجميع لو ما كان خزان تحليل خزان تجميع هتضطر أنك تسحب المجاري بشكل مستمر، ربما أسبوعي ربما يومي مثل ما نشوفها في البنايات التجارية. لكن عندنا في البيوت الحكومة تتساهل، وأن الماء اللي يوصل إلى آخر مرحلة اللي هي بيارة الصرف غالباً ما يكون يعني ماء خالي من الشوائب أو من الصلب، الصلب دائماً يتجمع في خزان اللي هو التحليل نفسه. وغالباً إذا ما وجدت الشبكة الحكومية عادةً ما يعمل يعني خلنا نقول وصلة مستقبلية، بحين إذا وصلت الشبكة ما تحتاج تكسر في الأرضيات وتشبك خلنا نقول النظام الخارجي، لا تكون في وصلة جاهزة وغرف جاهزة وبيبات جاهزة للشبك بالخط الحكومي. مكان الخزانات هذه مهم في الفيلا، يعني لابد أن يعني نحط من بداية من التصميم، يعني ما تحطها في أماكن مشوهة، ما تحطها في أماكن أنت بتبني مستقبلاً مثلاً في هالمنطقة، ما تحطها في أماكن جلستك، لا نحط بمكان مناسب في الفيلا. وبنفس الوقت بيارة الصرف هذه عادة يكون فيها مشاكل، يكون فيها هبوط بسبب سوء تنفيذها، يعني لابد أن المنطقة العلوية لها دائما يعني يتم تشطيبها بالحصى بالرود بيس بالبحص، على أساس أنه لأن هي عبارة عن تخلل الماي، لا يتخلل الماي على جناب ويسحب الرمل اللي فوق فيصير فيها هبوط. في النهاية لابد أنك تثقف نفسك في الأمور الصحية، يعني في الأطقم الصحية، في المعدات، في الأكسسوارات، في غيرها. ممكن تلف السوق من البداية وتعرف شو هو موجود، أنظمة معلقة، أنظمة يعني خارجية، أنظمة داخلية. لازم تثقف نفسك وتعرف شو موجود في السوق على أساس تحطه من البداية وتخطط صح. التخطيط السليم يعطيك أقل أخطاء وضرر في المشروع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تجر تذهب إلى أماكن معينة مشان لكي نشوف تنزل من البيت إلى غرف التفتيش اللي يسميها اللي هو أقول لك اتصل على الكهرباء من هنا بنزل الحين بيتصلون للصيانة، تعرف من الصيانة؟ هم مشتغل مشروع. شغل تفضل. ما بستغرب اللي بسوي. اوكي. بس عشانك الجماعة عطونا كوفي وحبينا نغسل طيب السؤال في البيت نفس الشيء وحمد؟ والله في البيت ان شاء الله ما يشوفون هالحلقة بس اللي اتمنى. يعني 3000 درهم الشغله. ما تنغلب تاجر نهاية ما سعيد. سؤال واحد، هاي هذا البيت تقديم بدون صوت، واحده من هيك انا شخصيا فكرت اتكلم عن الفطاير، صحن فول، صحن حمص، اذا كان مربع اذا كان مستطيل ومجفف ينزل. اقول لك ابو ولد وقلم ما تخليني. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.